متأكد لازلنا احنا ابناء الكويت، لو حاول من حاول بفتاوى بإشاعة للفتن الطائفية بتفريق بين ابناء الكويت، لا يمكن من حب هذه الارض وحب شعبها ان تأثر عليه لا فئوية ولا طائفية. واذا المسألة مسألة فتاوي فانا افتي اعطاء نبيل الفضل واجب. ابيك توقف وياي لان من الحريات اللي عندي انا الاف من الكويتيين هني زين يحتسون الكحول ويسافرون كل ويكند ويطلعون برا البلد ويخسرون فلوس وكذا، وناس تسكر في القبه وتطلع تعمل حوادث، واحنا وبعدين ما نطالب شيء قريب كان موجود في البلد على مدى سنوات. مجلس الموضوع يو مجلس الامه ابو الحريات وقفها يا اخي، انا باسماء الكويتيين كلهم وتجرأ وخليك ريال وصير مثلي وانا ما اشرب، باسماء الكويتيين يشربون كلهم، وطالب بان يرجع المشروب حق الكويت وانه يكون متوفر مثل ما هو متوفر في البحرين في قطر في الامارات في عمان. زين خليه يتوفر عندي في الكويت، ليش انا عيالي كل يوم طاقين عمرهم مسافرين علشان يشرب له كاس في بيروت ولا كاس في القاهره ولا كذا؟ الحين بعد كلها انعدمت، الحين كلها قضايا ومشاكل. زين طالب لي بهالحريه هذه. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، جاء بالحق من عنده، وأن الجنة والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأني لم أخرج أشيرا ولا مطرا ولا مفسدا ولا ضال، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي وجدي. هذه المحاضرة تتصل بالخصوص في بهذا الشأن، ونريد من خلال الأدلة والشواهد البينة إثبات هذه الحقيقة، حقيقة أن هذا القرآن ليس كلام الله. سنكشف بالأدلة والوثائق أن هذا الكلام صادر من قلب محمد. ولا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم. شو جد حلو، جد احترام، مو لا تعقلون لا تفقهون، لعلكم تعقلون لعلكم. صيغ القرآن كذلك دائما، شوف شوف الحكمة مع الخلق. ولا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم. زين هذا الكلام ويا هذا كلام الأمير، أيهما أبلغ وأيهما أنفع؟ بس هذا شو ينفعنا؟ هذا قريش كانت عندهم رحلة للشواطئ الصيف، فليعبد رب هذا البيت. كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة. من أول خب قولها نار الله الموقدة خلصنا. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة منها التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، يعني سجن مؤصد. بس هو بالنار بعد شو يحتاج؟ سد الباب لو افتتح الباب هو بالنار. شوف التهافت البلاغي موجود في القرآن وغير موجود في نهج البلاغة. التهافت البلاغي واضح، وهذا يعني أن الله يجب أن ننزه الله عن أن يكون هذا القرآن صادر من الله. المصيبة الوراء يقول يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. مستحيل توصلون للقمر. وصلوا جماعة، وصلوا وتحدوا القرآن ووصلوا. سلوك شافوا اكو شهوب نازك لبسوا دريع وخلوا خوذة وكذا ووصلوا وتحدوا رب القرآن وكل شيء ما صار بهم، رجعوا سالمين سالمين غانمين. شا وين تقول فلا تنتصران؟ هاي مو تكذيب الله؟
أنا أريد أنزه الله والذات المقدسة عن أن ينسب له مثل هذا الكلام. هذا كلام بشر، لأن الأمثال القرآنية يعني مأساة، يعني يقولون أمثال بلاغية عظيمة لا يستطيع البشر. مثلا الله نور السماوات والأرض، مثل نوري كمشكات، مشكات في زجاجة، الزجاج كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. هاي شنو الشجرة المباركة؟ ما أدري، لا شرقية لا غربية، بس عايز يقول جمهورية إسلامية. من إفرازات الإيمان العمل الصالح وليس الطقوس. الطقوس ليس عمل صالح، عبادة طقوس. العمل الصالح هو مثلا خدمة الناس، مثلا قضاء الحاجات، إدخال السرور على قلوب الناس، ومثلا بناء المشاريع الخيرية. هذا العمل الصالح، ليس الطقوس أنه الزيارة أو الحج أو حتى الصلاة، ليست هي عمل صالح. حي على العمل، حي